واكيد زوجتك ده في ايدك تمام. متشكر يا دكتوره مرجد، اهلا بيكي. اهلا يا دكتور. اهلا اهلا استاذ. منور يا دكتور. اخبارك ايه؟ اسف على التسبيح. انا اسف جدا. اسف ايه ده؟ غلط الغبي ده يا استاذ يوم بدي اريدي. معلش معلش ايه دي؟ مش ممكن اريدي ده يا اخي. انا اسف جدا يا توفيق. لا انا بتفاعل جدا من الحاجات دي. ده الويسكي خير على فكره. ايه ده؟ ده المسدس بتاعي. لا ما بحبش المسدس يفرق. انت عصبي وبتنرفز بسرعه. ما تقلقش يا عباس، خليه في المكتب وانت مروح هتاخده. يو بليز. خلاص دول يا دي دول يا تمشي. اوكي خد. مرفوش فين؟ كان في 10,000 جنيه هنا في الدرج. طب هندور عليهم. انا لسه حاططهم بايديا دلوقتي. طلع الفلوس يا توفيق. فلوسي يا باشا. رجع له الفلوس يا توفيق. فلوسي يا عايز. الله. ما راحت فين؟ طارت؟ ما اعرفش راحت فين. يا وفاء كريمة. اشوف الناس دي اتقبلت ولا ايه؟ هي سرقت 10,000 جنيه بتسميها لعبة؟ لا كده بقى الملعوب بايخ قوي. لا بقول لكم ايه؟ إذا فلوسي ما طلعتش هتخوهم واحد واحد. أنا بقول لك كده الملعوب يبقى بايخ. والملعوب اللي أنتوا عملتوه معايا في الجزيرة كان دمه خفيف لما تسيبيني عشان تهربي مع البغل ده على باريس؟ لا برافو. طلعت عن تيل وعرفت تخمن بصحيح. كده برضه جرجرين لغايه هنا عايز معت عشان اتبهدل بالطريقه دي؟ امال البهدله اللي انتوا عملتوها فين انتوا وبنت عمك بتسموها ايه؟ يا مفترين تخلوني اعوم 2 كيلو لحد ما اتخشبت وكنت حمود واخرتها حضرتك تضحك عليا وتقولي انك سبتيني في الجزيره عشان تهبط منك قطه. يا اخي قطك عزرائيل. انت عايز ايه بالظبط؟ انا هاخد بطاري منكم واحد واحد. حضرتك بصفتك مراتي اللي خمتني والبغل اللي حرضك على الهرب والعقربتين اللي ساعدوك على التمثيليه. اتفضل انتقم وخلصنا. لا انا مش مستعجل على الانتقام لنفسي. انا كل اللي يهمني دلوقتي الغلبان هريدي. هريدي هريدي عمرك عباس بيه. توفيق بيه ضربك مش كده؟ مظبوط. اضربه زي ما ضربك عباس بيه. انا جنتلمان وخلاص سمحته. هتضربه ولا اضربه انا بالنار؟ عباس بيه اضربه. توفيق بيه لو سمحت بدل ضرب بالنار. اضربه خلصني. اي دونت كير. الدكتوره مارجريت والمساعده بتاعتها ماري ودول شهود الاثبات بالنسبه للاستاذ عباس. بياكدوا في شهادتهم انهم شافوكم كلكم وانتوا خارجين من المكتب. بس ده مش دليل على ان حد فينا سرق ال 10,000 جنيه. هو الاستاذ عباس هيتهمكم بالسرقه ليه؟ هو اتبلى علينا بالسرقه عشان كنا عاوزين بس. مفيش داعي ابدا نفضح نفسنا في اقسام الشرطه. ايه اللي تشوفه يا حضره الضابط؟ انا بشوف يا زهيره هانم ان الحكايه لازم تتحل وديه مع الاستاذ عباس ده قبل ما احول المحضر للنيابه. نيابه؟ نيابه ايه؟ موقفك انت بالذات صعب شويه. ده مسدسك. ايوه بتاع. لو المحضر اتحول للنيابه هتتوجه لك تهمه السرقه بالاكراه. عاجبك كده؟ مش انت اللي قلت لي اديله مسدس؟ شرب اسهل. تصرف الدحيه. انا في الناس بتيجي وجاني. صلوا عنك ما سمعت، وانا كل ما اقول لك حاجه لازم تسمعها؟ كفايه كفايه بقى، زهقتوني في عيلتي. أوعدك إني أحل الحكاية والدين مع عباس. ممكن نمشي دلوقتي؟ ده مش قبل ما أسجل في المحضر إننا أفرجنا عنهم بضمان حضرتك. المرحوم أبو عصمت كان بيكره البنات قوي وكان عايز مراته تخلف له ولد ويسميها عصمت. حد يقدر يدخل في إرادة ربنا؟ وللأسف أمها ماتت بعد ما ولدتها على طول، لكن أبوها صمم إن يسميها عصمت ويلبسها ملابس الصبيان. تصور يا عباس انها بعد ما كبرت وبقت في سن المراهقه رفضت انها تلبس اي لبس من لبس البنات اللي في سنها. ده حاجه مش معقوله ابدا. عشان كده وطالعه دماغها ناشفه. ابوها هو اللي جانا عليها. طب ولا ذنب ايه بقى ان ابوها مش عارف ربيها يعني؟ ده جوزها ومن حقك تربيها. طيب ما دام انا جوزها بقى ومن حقي اربيها ارجوك تساعديني بقى وتنفذي كل اللي حولك عليه. ممكن؟ ايه اللي بتقولي ده يا عمتي؟ انا لا يمكن اوافق على الكلام الفارغ ده. والله دي شروط عباس انه يتنازل عن المهر. انا حتى عرضت عليه ادفع له ال 10,000 جنيه.
رفض. شفت؟ شفت العنتيل المفتري عايز يعمل فينا ايه؟ يا جماعه انا موقفي في المحضر اصعب منكم كلكم، وبعدين اي دونت كير. ده نموت ولا خليهوش ينفذ شروطه عليا. يا اخي تنيلي على خيبتك اللي ما وردتش على حد. انت ناسيه انها عباس لسه ما تنازلش عن القضيه بتاعتك؟ عنه ما تنازل. سيبكم الكلام المهبوشه دي، كل واحد يدور على مصلحته. بص انت وهي، انا صحيح وردتكم معايا في الحكايه دي، لكن انا لا يمكن اخلي حد يذلني ويجرح كرامتي ابدا. والجردل والفوطه هديه مني ليكي. انا راجع بعد الظهر، اذا ما لقيتش البيت ده زي الفل مفيش اكل. خدوا بالكم، اي لعبه من ورا ظهر هعرف على طول. في حد فيكم بيشتغل جاسوس لحساب؟ ما تخافش ما تخافش اللي في بالي. توفيق وهبه اتبهدل كده. انا بعلمك صنعه عشان تاكل منها عيش. بقى انت كنت عايز تخطف مراتي وتهرب بيها على باريس؟ والله هي اللي وزتني على كده. اللي وزتني؟ وزتني؟ طب ايه رايك بقى اللي وزتني انك تشتغل اربع ساعات زياده؟ بس انا عندي رندبو. لا ما ينفعش كده، ده ظلم. انت مش رشيت عدو ب 50 جنيه عشان اشتغل بدالك؟ انت كل حاجه تعرفها هنا؟ يعني انا ادفع فلوس اتبهدل كمان؟ اذا ما نفذتش كلامي هتشتغل ست ساعات زياده. اي دونت كير. اي دونت كير. يلا توفيق اشتغل. دون تاتش. يلا يا توفيق اشتغل. اوكي. اشتغل. امال فين شجرة الضر؟ إذا ما جاتش بعد الخمس ثواني مش هتاكل. حد أذن لكم تقعدوا؟ يعني إحنا هنموت من الجوع. حسب تقاليد زمان أيام ما كان الراجل راجل والست ست، الراجل هو اللي ياكل الأول حريم.